الجمال أصناف، وكل قبيلة بتوسم الوسم بالنار على بهمتها، سوى غنم سوى بقر سوى جمال، لأن لو تاهت حيجيبوها يطلعوا من 100,000 بهيمة. عارف وسمك أنت النار. في الغشيم ما يسحبش أبدا بحبل أبدا، وفي اللي طايع يسحب بالحبل. أبرك أبرك، قوم قوم، يمشي يمشي. وفيه جمال وركوب العربية ما تجيبهوش، بتاع تهريب ده. العربية ممكن تعطل لو طالعة من المصنع بتاعها، لكن الجمل ما يعطلش. سفينة الصحراء يقعد على المية ما يشربش 3 شهور على المية. جعلنا من الماء كل شيء حي. والله سوقنا الأول كان في الكتكات، في الكتكات بعد كده جابونا عشان نكس 67، جابونا كنا في البراجيل، حولونا على البراجيل. البراجيل عادي زحمة البلد، وبعد كده جابونا هنا برقاش، ودينا قاعدين عايشين. ما حدش عارف الدنيا ترسي على ايه ولا ايه، وهي ماشية. ناس فتحت مكاتب، وناس ايه اللي فارش في الارض يبيع جمال قنية وجمال لحم قنية، يعني للغيطان اللي بيحمل ذرة عليه يشيل ذرة، اللي قطن، اللي خيار، بطاطس، ما عارف ايه. واللحم وحديه، لان بتاع اللحم ما يترسنش ما يمشيش معاك، لكن دكة طايع تقول له اخ يبرك يبرك، قوم قوم، امشي امشي. ما الجمال دي تختلف اصلا، مش واحد. بحكم ان انت عصرت بقى الجمال، يعني بقالك كتير معصر الجمال، لا تختلف في الصنف. تربية الجمال في مصر ما فيش الكم اللي هو كبير في الجمال. الجمال دي بتستورد اما من السودان او اما من الصومال. هو نفس الوضع لمعظم اللحم، يعني اللحم السوداني اعلى درجة من اللحم الصومالي، يعني اغلى طبعا واعلى درجة. وفي البلد اللي هو ده بيربوه في مصر، لمعظم الجمال السودانية بيعلفوها في مصر 5 شهور أو 6 شهور. بس في مشكلة على حدود السودانية مع الحدود المصرية، بيوقفوا الجمال لدرجة ان الجمال بعض الجمال بتموت. وده لمعظم عايزين التصريحات دي تكون على طول، اول ما تهل الجمال على الحدود المصرية تتحمل على طول وتيجي لمعظم، عشان الجمال عرض وطلب. سلعة عرض وطلب. اما أنا من جدودي تجارة الجمال دي، من أجدادي وراسة من الأجداد. طب الموسم بتاعه بيبقى في العيد بس ولا في طول السنة؟ طول السنة، وموسم رمضان أكتر من موسم الضحية. يعني في شهر رمضان بتتاكل جمال أكتر من الضحية، لأنه دلوقتي بقى اللحم الرئيسي في مصر. يعني النهاردة هو اللحم الرئيسي في مصر، لأن أرخص نوع اللحوم وأجود نوع اللحوم، لأن خالي من الكوليسترول تماما. Gracias.